نعم، نبدأ بموقع تويتر في التفاعل مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهذه البداية. رصيف غرد قائلا: على عكس التوجه السياسي الغربي التقليدي المؤيد لإسرائيل، فإن الكثير من كبار الفلاسفة والمفكرين في الغرب أعلنوا دعمهم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني ولحق الشعب الفلسطيني الحياة الكريمة على أرضه. سناء الأشقر قالت: سلام على أرض خلقت للسلام، وما رأت يوما سلاما. في تغريدة أخرى: رنا مجذوب ردت بالقول: يا قدس يا أرض السلام، إليك عيوننا وأنت دوما في قلوبنا. أم كلثوم: ليس اليوم فقط، بل كل هو يوم مع كل الفلسطينيين تضامنا مع الشعب الفلسطيني. في تغريدة أخرى: نسيبة غردت قائلة: لا يلزمك أن تكون فلسطيني لتحب الفلسطين حبا لا يعرف جنسية أو هوية، حبها يكون بالفطرة، شيء يشبه حبنا لأمهاتنا بلا تفكير. أيضا زهرة تشرين قالت: قامت شبكة CNN بإيقاف تعاونها مع مارك لامونت الأستاذ في جامعة فيلادلفيا بناء على طلب اللوبي الصهيوني بسبب كلمته في اجتماع في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لأنه قال إن تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، واعتبروا كلامه معاداة للسامية. نعم، حتى مجرد الرأي إنسان هيدي ممكن يكون بمثابة يصادر حقك في أنك أنت تعبر ما بدأ لك فيما يتعلق بجوانب أنك أنت تطرح فكرتك للناس، وممكن تكون خصما على حتى تخصصك وعملك وغيره من القضايا الكبيرة. لكن بتكون أنت ضميرك مرتاح، عملت الحاجة اللي أنت بتراها صح بغض النظر عن اللي بيحصل. نعم بالتأكيد. إضافة إلى تغريدات أخرى: طوق ياسمين في القدس رغم تتابع النكبات، ريح الطفولة في الجو، ريح براءة فترى الحمام يطير يعلن دولة بين رصاصتين. تميم البرغوثي: مع فلسطين، مع الحق الذي لم ولن يموت. ردت مايا بالقول: يا قدس يا درة في الوجود، ستبقين رمز الإباء والصمود، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. هاني أيضا: في اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين قام المتعلمون بأنشطة متنوعة عبروا من خلالها عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. فلسطين باقية من بحرها إلى نهرها، صبرا ألا إن نصر الله قريب. سها نجم: يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء، يا أرض القداسة والإباء والكبرياء، سيشرق فجرك يوما ما دامت الأفئدة تنبض حبا وفداء لأرضك المباركة. من دوحة المقاصد ألف تحية لفلسطين الأبية. نشر مع تغريدته صورة للشيخ فلسطيني يحمل عصا في وجه جندي إسرائيلي، وكتب معلقا عليها: عمري تجاوز 75 ودولتك المزعوم عمرها 70 سنة، إن كبر من دولتك وعصاي أعلى من بندقيتك. ونختتم جولتنا من اليوتيوب الذي أبكى ملايين المتابعين والناشطين: فيديو لطفل فلسطيني يقدم رسالة معبرة ومؤثرة للشعب العربي وهو يبكي حال الطفولة في الأراضي المحتلة، إضافة إلى عدد من التغريدات التي وردت وهي بالتأكيد داعمة إلى جوانب التفاعل التي جاءت عبر منصات التواصل الاجتماعي. أجمل ما في الموضوع كل التغريدات محفزة، كل التغريدات بتدعي لأنه أكيد يوم من الأيام حتصبح فلسطين حرة، يعني حياتها تخليك أنت ذاتك يكون في أمل وفي تفاؤل. صحيح، أنا عجبتني التغريدة صبراً، هي على قياس على مقياس صبراً آل ياسر إن موعدكم الجنة. ففي واحدة من التغريدات يعني فعلاً نهاية الصبر بالتأكيد حتكون نتيجة إيجابية، هم والله صبروا الكثير يعني ربنا ينصرهم إن شاء الله. ودي واحدة من حسرات مواقع التواصل الاجتماعي هي بتبرز بالتأكيد قدر المعرفة والوعي الكبير جدا بالحق الفلسطيني في تكوين دولته، في بناء ما يتعلق بجوانب الانتماء لهذه الأراضي اللي احتلت باعتبارها منصة التواصل الاجتماعي تعكس ما نفكر فيه بدرجة عالية. الآن نحن وأنتم نشاهد هذا المقطع، مقطع لطفل أبكى الملايين وهو يبكي حر الطفولة في الأراضي المحتلة. إذن نشاهد معا مشاهدينا الأعزاء.
إذن يبقى التفاعل مشاهدينا الأعزاء والتعبير يكون أبلغ فيما يتعلق بالملامح، الدموع التي تحكي وتبكي سر وسحر الطفولة في الأراضي المحتلة. شاهدنا هذا المقطع وهذا الفيديو الذي كان بالتأكيد مؤثرا وأرسل رسائل كثيرة جدا تعبر عن قيمة انتمائنا للقدس، وده تضامن يعكس تضامن الشعب السوداني مع الشعب الفلسطيني. صحيح يا أبو بكر، الشيء المؤلم يعني دموع الأطفال، الأطفال بريئين لما تشوف ده مع الطفل أيا كان قبيلته أو جنسيته أو هويته حتى ما بتتحملها، يعني شيء قاسي جدا. وأنسام لو انتبهتي في بداية الأنشودة اللي كانت باللغة الإنجليزية الصوت العربي كان بيقول يعني إحنا ذنبنا شنو؟ صحيح بتاع الأطفال. أيوة. فالطفل الأسم بيناشد، بتخيل طفلي بيناشد بالسلام، بيناشد بالتعليم، بيناشد بحرية اللعب في الشارع الممكن ينال أي طفل طبيعي، ده من حقه يعني. فما ذنبه إنه هي يولد في بلد مشتعلة نيران على طول، في بلد أبسط الحريات حقتك من تعليم، من صحة، من يعني رفاهية بسيطة، من حاجات بيحلم بها كل طفل. فلما ينشأ في حرب وينمو في حرب فبيحس بعدم السلام جواه يعني. وأبسط الخصوصية مش حتى الحرية، في إنه ما موفر له ومكان حتى ينام فيه، يعني بيكون هو نايم وخايف من صوت قذيفة، من صوت طلقة، من اعتقال ممكن يعتقله، فقدان لأم لأب لإخوة. ممكن يصحى من النوم فعلا يلاقي جزء كبير جدا من أسرته فقدت. فربنا يكون في عون الشعب الفلسطيني إن شاء الله. سعدناكم في منصات التواصل الاجتماعي، إن شاء الله نلتقي بكم في مساحة الصحف العربية والمحلية. إضافة ستبقى بإذن الله سبحانه وتعالى فلسطين حرة أبية ما بقيت قيمة الانتماء لقبلتنا ولوجهتنا الأولى والأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى.